السلام عليكم. يوشك التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إكمال عامه الثالث والدخول في عام رابع. لا يحمل المستقبل بحسب المؤشرات أي بادرة أمل لليمنيين ولا لدولتهم. التحالف الذي أعلن التدخل بهدف استعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب ها هو اليوم يقضي على الشرعية ويحاور الانقلاب. بحسب رويترز فإن مشاورات تمت بين الجانبين السعودي والحوثيين في مسقط دون علم الحكومة الشرعية بهذه المشاورات، والتي يقول المصدر إنها تبحث إيجاد حل للأزمة اليمنية ككل. فما هو الحل الذي سيحمله الحوثيون والسعوديون لليمنيين بعيداً عن مظلة الدولة واستعادة الشرعية؟ قبل أيام ومع تصاعد أصوات المنتقدين لسياسة التحالف من قبل وزراء في الحكومة الشرعية، ارتفعت أصوات المطالبين لرئيس الجمهورية بالخروج إلى الشعب ووضعه في صورة ما يحدث. التحالف الذي لم يعد سراً أنه انحرف عن أهدافه في اليمن وفرخ سلطات موازية للحكومة في الجنوب ومنع الدولة من ممارسة مهامها في المناطق المحررة، بل وصل الأمر إلى طرد وزراء ومحافظين والمطالبة بإقالة آخرين كما تقول بعض الأنباء بشأن الوزير الميسري. إذن وإزاء هذا كله نتساءل هنا بعد أن تساءل جميع اليمنيين، ما هي خيارات الرئيس هادي؟ هل ستتماهى مع مخطط إغراق اليمن في فوضى الميليشيات؟ ولماذا لا يتخذ موقفاً واضحاً وشجاعاً ينقذ فيه شرعية البلد قبل أن يقضى عليها من قبل الأصدقاء الأعداء؟ هل يستطيع هادي القفز إلى الأمام والتحالف مع شركاء آخرين؟ وأخيراً، هل يخرج الرئيس هادي ليقول لليمنيين ما الذي يجري ولماذا؟ أعزائنا المشاهدين، هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها الليلة في المساء اليمني مع ضيوفنا. نبدأ النقاش معهم بعد متابعتنا وإياكم مشاهدينا الكرام لهذا التقرير. ماذا يلوح في الأفق اليمني؟ هذا سؤال اللحظة اليمنية الراهنة التي تفر فيها الخيارات كما يفر الماء من بين أصابع اليد. وليبقى سؤال خيارات الرئيس هادي هو السؤال الأكثر أهمية في طاولة الشرعية بعد تعالي الأصوات القريبة من مؤسسة الرئاسة عن ضرورة عودة الرئيس للبلاد. منحت شرعية الرئيس هادي التحالف العربي غطاء سياسيا، وعمل التحالف تحت لافتة محلية عنوانها استعادة الدولة رغم أن جوهر النزاع في اليمن دولي. غير أن التحالف الذي جاء من خارج الدولة اليمنية لا يلتزم بالحد الأدنى من الالتزامات والوضع الإنساني الذي يتفاقم على هامش الحرب. بحسب متابعين، تمر القضية اليمنية في مرحلة عصيبة في ظل الركود السياسي والعسكري، وفي ظل التجاذبات الإقليمية على أرض الجنتين التي باتت بين جحيمين، أحدهما في الأرض والآخر في الجو. أحدهما مرتبط بطهران وولاية النفط، والجحيم الآخر انكشف قناع جنته التي حملت عنوان استعادة الدولة. لا لملمة للدولة اليمنية في المناطق المحررة، ولا ردم للفجوات السياسية بين مكونات الشرعية، ولا بحث عن الحلقة المفقودة بين الشرعية والتحالف. وتتمثل تلك الحلقة باستعادة الدولة في اللحظة التي تقترب فيها اليمن من نهاية العام الثالث. الخطاب الذي برز إلى السطح السياسي في اللحظة الراهنة هو خطاب الوزراء المعترضين على أداء التحالف، وهي رسالة غير مباشرة عن تذمر الرئيس هادي، إلا أن اليمنيين ينتظرون خطاباً مباشراً من المؤسسة الرئاسية لوضع النقاط على الحروف. لا يقتصر الأمر على ركود المؤسسة الرئاسية والرئيس ومستشاريه فحسب، بل يشمل الأمر الأحزاب السياسية التي هي الأخرى تضع أذناً من طين وأذناً من عجين، كما لو أنها غير معنية بالصوت الذي يرتفع كل يوم منادياً بضرورة تصحيح علاقة الشرعية بالتحالف. في ظل اختفاء الأصوات التي انتقدت أداء التحالف من المشهد الإعلامي وربما السياسي. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن، الناشط السياسي والحقوقي الدكتور عبد القادر الجنيد الذي ينضم لنا عبر سكاي من كندا. أهلا بك دكتور. أهلا بك. كيف هي الأحوال دكتور؟ مساء الخير. مساء النور والعافية، الله يخليك، شكرا. حياكم الله دكتور. دعنا نبدأ من علاقة الرئيس هادي بالتحالف. التحالف كانت له أهداف واضحة عندما بدأت عمليات عاصفة الحزم في 26 من مارس عام 2015. هناك كثير ممن يقيم أن الأهداف المتعلقة بسعادة الشرعية انحرفت عن مسارها. ما هي وجهة نظرك حول هذا الموضوع؟ أول حاجة اسمح لي أقول إيش معنى التحالف وإيش معنى الشرعية. التحالف
في موجود في اليمن، وصعب جدا نحن نتخطى وجوده، ولن أصلا لن يختفي وجود التحالف بسبب الجغرافيا والتاريخ وبسبب كل الأشياء العجيبة التي حصلت في الأربع سنين الماضية أو حتى من 2011 ودورهم في كل صغيرة وكبيرة، وبسبب الدمار الغير عادل اللي قد حصل في اليمن، وبسبب أن احنا مش ممكن حتى لو هم يريدون أن يذهبوا أو يرحلوا من اليمن احنا لن نسمح لهم بالذهاب، لأن في فواتير لازم تدفع، في إعمار، في إعادة إعمار. كنا نأمل أن يكونوا عامل مساعد في أن يلملموا شملنا، نحن انفرط شملنا، نحن اليمنيون انفرط شملنا وغير قادرون على أن نلملم أنفسنا بأيدينا. تلخبطت الدنيا، كنا فاكرين أنهم سيكون عامل مساعد مثل عامل التفاعل السماوي أنهم يلملمونا، بكل أسف دورهم أصبح عامل تنافر حتى بيننا، يتدخلوا بالصغيرة والكبيرة ويعملوا كيانات عجيبة جدا تصبح أمر واقع، ويجعلون مشغولين بلقمة العيش وبالسلة الغذائية، ونفقد هيبتنا وأحزابنا تفقد هيبتنا وشرعيتنا تفقد هيبتها، ويصبح كل واحد في موقف المدافع. الوقوف في موقف المدافع هذا يجعلنا باهتين ويجعل الشرعية باهتة، هذا مدخل أدخل لما هي الشرعية. الشرعية ليست هذه، الشرعية هي نحن، بدون الشرعية نحن لا شيء، نحن نصبح طرف نزاح مع الميليشيات ومع الحوثي. الحوثي بدوره فتت من عزيمة كل اليمنيين وجعل اليمن في سجن كبير. صنعاء التي كانت عندما تتظاهر تخرج بمئات الألوف الآن لا يستطيع أي اثنين رجال أن يظهروا، النساء فقط يظهرن في مظاهرة ويتم تشتيتهن بالرصاص. إذن في حكم حديد ونار، وفي ابتزاز، وفي سرقة أموال الناس والتجار وأصحاب الدكاكين في المناطق تحت سيطرة الحوثي، وفي تفتيت لمكونات الشرعية وشغلها ببعضها البعض وشغلها بلقمة العيش. إذن نحن، أنا لن أهاجم التحالف ولن أهاجم الشرعية، ولكن سأطلب منهم طلبات وبصرامة أن يعيدوا التفكير فيما يفعلون. هم يضرون بأنفسهم ويضرون بنا، وسيفقدون اليمن عاجلا أم آجلا، كما فقدوا العراق لقاسم سليماني، وكما فقدوا لبنان لقاسم سليماني، وكما فقدوا ويفقدون الآن سوريا بالكامل لقاسم سليماني. التدخل الروسي في سوريا ما هو طارئ، وفي النهاية تكتيكات قاسم سليماني هي التي ستفوز في سوريا، وإذا استمروا بهذه الطريقة سيكون مصيرهم في اليمن كما كان مصيرهم في لبنان وفي سوريا وفي العراق. طيب نحن أين من كل ذلك؟ يعني عندما نتحدث على يعني سيفقدوننا، التحالف سيفقدنا في يوم من الأيام، هناك ربما هي إشكالية أو هذا أمر يخصه مصالحه، نحن شرعيتنا، نحن رأس هذه الشرعية، أين يقف من كل ذلك؟ الرئيس هادي خريج سينت هارست في بريطانيا، وخاض الحروب، وكان وزير دفاع، وكان نائب رئيس جمهورية، وأصبح رئيس جمهورية. مش أنا في موقف إن أنا أعظه ولا أرشده ولا أقول له ماذا يفعل وماذا لا يفعل وما يجوز وما لا يجوز، لكن المؤكد أن ما يجري الآن يضر به ويضر بنا. يجب أن تكون هناك ورشة عمل بينه وبين مستشاريه للخروج بشيء، ويجب أن يكون هناك وقفة مع الصديق الذي هو التحالف، الذي نكرر للمرة الثانية أنني شخصيا لست ضده، وأما بالشرعية فأنا أعتبر نفسي أنا الشرعية وأنا جزء من الشرعية. يجب أن يكون هناك نوع من ورشة العمل ووقفة مع الصديق، ويجب أن يكون هناك مكاشفة، ويجب أن يكون هناك تسمية الأسماء بأسمائها وبدون مداراة ولا بدون مرابة ولا وبدون الارتهان للقمة العيش والمرتبات
والمعاش والسلال الغذائية والتهديد بأنهم سيضعوه في الثلاجة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور عبد القادر. أرحب بمن ينضم إلينا الآن دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة. أهلا بك دكتور. مرحبا. حياكم الله دكتور. إذا دكتور كيف يعني الآن عندما نتحدث عن أن السادس والعشرين من مارس بقي له أيام، الذكرى الثالثة أو الذكرى الثالثة لانطلاق عمليات عاصفة الحزم وتحالف دعم الشرعية في اليمن، ما الذي يتوقع أن يحدث في ذلك اليوم؟ ما هو الموقف الذي أو الخطاب الذي يجب أن يخرج به إذا كان سيخرج بخطاب الرئيس هادي ليقوله للشعب في ذلك اليوم؟ أنا لا أعتقد بأن هناك جديد يمكن أن يطرأ مع حلول الذكرى الرابعة للحرب. الآن سندخل الذكرى الرابعة للحرب، لأنه قضينا 3 سنوات حرب، وكل عام تمر هذه الذكرى ولا نجد منها ما يستفز الأمل، بل هناك ما يستفز اليأس في نفوسنا نتيجة لهذا التراكم السيء في الأداء السياسي. ولا نعول بما أن العلاقة ما بين السلطة الشرعية ودولة التحالف وبين السلطة الشرعية والمجتمع اليمني هي علاقة غير واضحة وغير مجدية. هناك تنافر تام، وهناك تضاد، وهناك غياب للأهداف وغياب للرؤية وغياب للبرنامج. ولهذا السبب استمرت الحرب وهي مستمرة، ولا نعتقد بأن هناك ما سيحمل علينا في ذكرى 26 مارس وكأنها ليلة القدر لتغير شيئا ما من الوضع. طيب دكتور، يعني الآن بالعودة إلى ذاك التاريخ كان هناك أهداف معلنة، بالنظر إلى ما جرى يعني الدكتور عبد القادر الجنيدي يتحدث عن الحاجة إلى المكاشفة الآن، بالنظر إلى ما جرى ما هو الموضع وما هي طبيعة العلاقة ما بين الشرعية والتحالف من وجهة نظرك؟ عمق الأزمة اليمنية تتجسد في أزمة قيادة وأزمة نخبة سياسية وأزمة نخبة مجتمعية. للأسف نحن نطلب من الرئيس هادي أن يؤدي دورا فوق قدراته. الرجل للأسف خلال 3 سنوات أثبت بأنه ليس الرجل المناسب لإدارة اليمن في ظل أزمة استثنائية بهذا الحجم. الرجل طلب من التحالف، ليس من التحالف، الرجل طلب من السعودية تحديدا، والسعودية هي التي كونت التحالف وباستفتاء غير رسمية. الطلب كان من السعودية بورقة، لا نعلم ما هي الكلمات والمفردات التي صيغت بهذه الورقة. أعتقد بأن هذه الحرب بهذا الحجم وبهذا الزمن وبهذه الكلفة كان ينبغي أن تبنى على اتفاقية ما بين السلطة الشرعية وبين السعودية أو دول التحالف لكي تحدد الأهداف بهذه الاتفاقية بوضوح، تحدد زمن الحرب، يحدد الإعمار، الإغاثة، التطبيب، بحيث أنها اتفاقية دولية، لأنها يبنى عليها أو قام عليها حربا بهذا الدمار، وتودع هذه الوثيقة والمعاهدة في الأمانة العامة للأمم المتحدة تسجل بشكل رسمي. أما طلب ورقة بيضاء لكي يدمر اليمن وبحرب المفتوحة لا نهاية لها، الحقيقة هذه كارثة يعني تشير إلى أزمة قيادة للأسف وضعت في الموضع لا تستحقه. طيب بالمقارنة بالسادس والعشرين من مارس عام 2015 بالوضع الآن، الحكومة الشرعية شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، اليمنيون هم أقوى الآن أم هم أضعف من ذلك الوقت؟ المجتمع اليمني أو الشرعية لا نستطيع أن نتحدث عن قوة، نحن نستطيع أن نتحدث عن حركة اجتماعية هشة، الناس يصارعون الموت ويتوقعونهم في أي لحظة، فعن أي قوة نتحدث؟ سواء على مستوى المؤسسات الحكومة أو الشرعية أو على مستوى المجتمع. يعني نتحدث عن حكومة بالله، حكومة في ظل حرب يتجاوز أعدادها 70 نفر،
أو 100 نفر ما بين وزراء ونواب وزراء وبين محافظين ووكلاء وزارات. يعني نحن للأسف كما قلت وأكرر بأن عندنا أزمة قيادة لا تحسن إدارة الملف بوضع استثنائي مرير. يفترض أن يكون هناك عندنا حكومة أزمة استثنائية لا تزيد على 15 خبير ذو كفاءة عالية لإدارة ملفات على الأرض. الفراغ الذي أوجدته هذه القيادة هي التي سمحت لدول التحالف الإمارات أو السعودية أو العالم بأن يعبث بالملف اليمني. العبث الإقليمي والدولي لم يأتي من لم يأتي بشكل عنوة أو تطفلا، وإنما وجد فراغا، والفراغ يلعب فيه القوي والضعيف. نحن تركنا هذا الفراغ على المستوى الرسمي وعلى المستوى الاجتماعي حتى على مستوى الجيش الوطني. اليوم نعول على دعم دول التحالف وليس لدينا رؤية لتحرير أنفسنا بأنفسنا. طيب من هذا المنطلق، من المعني الآن بالتحرك تحسين الوضع بالنسبة لليمنيين، إذا كانت هناك أزمة قيادة لتحسين هذه القيادة وإيجاد البدائل أو العمل على رفع فعالية هذه القيادة في اللحظة الحرجة الراهنة؟ هناك أكثر من طرف معني بتحريك هذا الوضع إلى أو إعادته إلى الطريق الصحيح. السلطة الشرعية معنية بذلك باعتبارها تحملت المسؤولية وعليها أن قبلت المسؤولية وعليها أن تتحمل. كذلك قيادة الأحزاب التي تمارس سياسة الطبان والزمار، يعني خلال 33 سنة رفعوا في قناة اليمن صفة الزعيم لشخص لا يسوى حتى راعي بقر، والآن يرفعون شعار الرئيس القائد لشخص ينام في الرياض لا أدري عن أي قيادة يتحدثون. والمجتمع أيضا هو مسؤول عن نفسه، تنمية الأمر لا ينبغي أن يكل الأمور لقادة أثبتوا فشلهم سواء عسكريين أو مدنيين أو سياسيين أو سلطة شرعية. فالجميع معني بالتحرك الجاد لإنقاذ أنفسهم. يعني لا يمكن أن نرمي بثقلنا على دول التحالف التي لا يهمها وضعنا ولا إلى الدول العشر الكبرى، لأنها لا تعتبر اليمن شيئا ثمين حتى تراهن عليه. يعني هي تأتيها الغنائم من هذه الأزمة اليمنية دون أنا، وبالتالي لن يبذلوا جهدا أكثر مما هو الفرجة التي يمارسونها. كالبيان الرئاسي الذي صدر من مجلس الأمن مجرد تعويل على انتهاكات القانون الدولي الإنساني. يعني بعد 3 سنوات من الدمار نتكلم عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، شيء مؤسف. طيب في هذا السياق، يعني من هو يعني الآن عندما نتحدث عن القيادة في اليمن وأزمة القيادة التي تحدث عنها، من هو قادر على يعني كيف يصنع الرئيس هادي أساسا قراره؟ من هو صانع القرار الآن بداخل اليمن؟ كيف ترى هذه النقطة؟ أنا سبق وأن قلت بأن هناك أزمة قيادة وأزمة نخبة سياسية. النخبة السياسية الأحزاب في البداية راهنت على شخص رأت بأنه في المتناول لكي تمرر عن طريقه مصالحها، وبالتالي صمتت من أجل هذه المصالح إلى الأبد. اليوم لا يوجد أي ضغوط على السلطة الشرعية من هذه الأحزاب ولا من النخبة السياسية ولا حتى من رجال الدولة الذي يرون أوطانهم ينهار. كل من الناس الشرفاء نحترمهم، مثل موقف جباري، مثل موقف الجبواني، مثل موقف الميسري. هؤلاء شخصيات أنا أعتقد بأنهم يعبرون عن 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 مكنون أنفسهم بخرقة، وبالتالي أيضا ينالهم جزاء سيئا مثل المفلس. أيضا يفترض أن يكون هناك نخبة سياسية تعي أهمية الاعتراض وأهمية تحديد الموقف لإعادة المسار إلى وضعه الصحيح. نحن أولى بإدارة أنفسنا وهؤلاء دول التحالف معاون لنا إن شاء وأن يكونوا وفق إرادة السلطة الشرعية فأهلا وسهلا، وإن أرادوا أن يكونوا هم أصحاب القرار والسيادة دوننا فهذا مرفوض وفق القانون الدولي وليس وفق أيضا اشتراطات التدخل. طيب يعني بحديثك عن الأحزاب السياسية، ربما أيضا عن مستشارين رئيس هادي باعتبارهم أنهم من الأحزاب السياسية المختلفة، هل هناك حاجة لأن يعني هناك كثير من يطرح على أن تواجدهم بخارج البلاد دوما ما هو يؤثر، سواء من ناحية أنهم بعيدين عن أرض الواقع وبعيدين عن ما يحدث لليمنيين، وأيضا أن هناك تأثير للمكان الذي يوجدون فيه على طبيعة القرارات وطبيعة
الخطوات التي يتخذونها، هل عودتهم ستؤثر، يعني ستعيد المياه إلى مجاريها بشكل ما أو بآخر في صنع قرار أكثر دقة وأكثر جودة على الأقل؟ بالتأكيد المكان له أثر كبير، وأنا أجزم بأن كل شخص يقف بالرياض أو في خارج اليمن ليؤدي دورا باسم اليمن هو يخون اليمن، ابتداء من رئيس الدولة إلى مستشاره إلى أكثر الشخصيات التي تريد أن تكون عونا له بصناعة القرار. الوضع يقتضي بأن يعودون، هم يقولون بأن 80 إلى 85% محرر من اليمن. أنا أعلم بأن مدينة تعز آمنة، وأعلم بأن مارب آمنة، وأعلم أن حضرموت آمنة، وشبوة آمنة، وعدن بإرادة حرة بإمكانها أن تكون عاصمة تستقبل السفراء وتفتح البعثات الدبلوماسية وكذلك الشركات التجارية والاقتصادية والسياحية، ولكن لا إرادة من هؤلاء. ألف العيش الرغيد هناك ويتحدثون باسم اليمن، ويتحدثون باسم البرحاء وباسم الحرب وباسم المظلومين. هؤلاء يسهمون إلى حد ما بهذا الفشل الذريع، بهذه الرخاوة، بهذه الخيانة المعلنة بوجود مناضلين في الرياض. لا يوجد نضال سوى في الميدان. المناضل والقائد الحقيقي هو الذي قدم رأسه في بأل هذا الوطن. طيب الآن يعني دكتور فيصل، الآن من تحدث من الوزراء سواء عبد العزيز جباري تحدث عاد إلى الرياض، الجبواني تحدث عاد إلى الرياض، الصيادي تحدث عاد إلى الرياض، يبدو أنه كل من سيتحدث سيعود إلى الرياض في نهاية المطاف حتى وإن كان في عدن. إلى متى يعني من يتحدثون على أن هناك خذلان من قبل يعني حتى الرئاسة باعتبارها هي من تطلب عودتهم إلى الرياض، في يعني في سياق ذلك من سيستطيع أن يتحدث إذن؟ نعم، هو الحديث الفردي دائما يؤدي إلى هزيمة المتصدر لهذا الحديث. يفترض بأن هذا الحديث يكون رسمي ومعبر عن إرادة السيادة اليمنية، وبالتالي يتحمل الرئيس عبد الرب منصور باعتباره المنتخب من الشعب اليمني أن لا يخذل هؤلاء الناس الذين صدحوا بالحق بكل جرأة وبألم. أيضا هم لا يخلو خطابهم من الدبلوماسية، أي أنهم غير دبلوماسيون، هم دبلوماسيون، ولكن الوضع السيء في الميدان جعلهم يخرجون عن طور الدبلوماسية. عندما ترى بلدك تدمر وتنتهك والقرار السيادي يعني من أشخاص من أطراف شخص لا قيمة له من الإمارات أو من السعودية يتحكم في القرار اليمني، إذا خلاص نبيع اليمن، نبيعها نعمل لهم بصيرة ونبيعها والسلام ونرجع رعاية. لا إما نكون دولة أو لا نكون. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور فيصل، أعود إليك دكتور عبد القادر عبر الهاتف هذه المرة. دكتور يعني الآن يعني تتحدث الشرعية في تصريحات عن ما نسبته ما بين 80 إلى 85% من الأراضي محررة، والرئيس هذه هو موجود في الرياض. إلى يعني في ظل هكذا وضع، ما الذي يمكن فعله بالنسبة للرئيس هادي؟ ما هو الواقع الذي يستطيع القيام به؟ عارف الحكاية، أنا أتحرك من أنا أنصح رئيس جمهورية شرعية بيقود بلاده في لحظة حرجة ماذا يفعل وماذا لا يفعل. نحن نتساءل ما الذي بإمكانه وفقا للواقع. أقصد حاضر، لكن المؤكد أن أداء الشرعية رديء للغاية، والمؤكد أن هذا لا يجب أن يستمر، والمؤكد أن يبدأوا بعمل ورشة فيما بينهم ويطرح كل شيء على البساط، والمؤكد أنهم يجب أن يعرفوا أن الناس حالتهم سيئة للغاية. هؤلاء الذين تقول عليهم أنهم 80% محررون، هذول بينهثوا وراء سلة غذائية وراء لقمة العيش وراء الراتب، وفوق هذا بينهكوا بتفاصيل عجيبة، والتفاصيل العجيبة دي هي نتيجة مفاتنة بين مكوناتهم وبين تأليب بعضهم البعض للبعض. هذا كله يجب أن يتوقف.
العدو يجب على الشرعية أن تتابع الأوضاع في ما يسمى بالمناطق المحررة. المناطق ما يسمى بالمناطق المحررة هي مناطق لعب بالمكشوف للتحالف، ولعب خارج نطاق عملية التحرير التي هم قدموا من أجلها. أشياء كثيرة يجب أن تتوقف وأن تتغير. أول شيء يجب أن يعمله الرئيس هادي أن يعمل ورشة عمل. كيف وصلنا إلى هنا؟ ما هي الأشياء التي لا مزاح فيها ولا أو كما يقولون خط أحمر؟ وبعد هذا، بعد أن يلملم أفكاره ووضعه وماذا يريد وماذا لا يريد وماذا يمكنه أن يتحمله وما لا يمكنه أن يتحمله، يجب أن يحسب ما هو في المحك، سواء لقمة العيش أو البقاء في الرياض أو غيره أو غيره. وبعدها، بعد ما يحسب أمره، يذهب إلى التحالف ويتكلم مع التحالف ويبدأ ليس من باب المكارحة أو الإنكار أو الإشارة إلى باللوم والعتاب بغرض المكاشفة وبغرض معرفة أين الخطأ وبغرض معرفة ما يجوز وما لا يجوز وبغرض تصحيح هذا الوضع. ما وصلنا إليه هو مزيج مما سميته أنا طول الوقت أسميه بسبهللة الشرعية وضعفها وعجزها. ونحن مع الشرعية، لا نريد أحد أن يرفع من أفعال ضد الشرعية. وسبب تخبط وأجندات التحالف التي تؤذينا أكثر مما تنفعنا وتضرنا أكثر مما تنفعنا، والمشكلة أنها تضرهم هم أيضا ولكنهم لا يدرون ما يفعلون. وهذا طول الوقت أنا أشير إليه، تخبط وارتباك وأجندات عجيبة للتحالف. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور عبد القادر. أعود إلى دكتور فيصل الحذيفي بسؤال أخير. دكتور فيصل، يعني عندما سألت دكتور عبد القادر وضح لي من إجابته أنه لا يريد للتحالف هذا أن يخرج إلا عندما تكتمل واجباته تجاه اليمنيين. الآن هناك من يطرح أن على الشرعية البحث عن حلفاء جدد، ما رأيك بهذا الطرح؟ دكتور فيصل، دكتور فيصل تسمعني؟ إذن فقدنا الاتصال بالدكتور فيصل الحذيفي. أشكره، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كان معنا عبر الهاتف من تعز. مشاهدينا الكرام، قبل العودة إلى الدكتور عبد القادر الجنيد أذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي الناشط السياسي والحقوقي الدكتور عبد القادر الجنيد من كندا. دكتور، أهلا بك مجددا. في هذه النقطة أن تقول أن التحالف لا تريد أن يخرج، لكن هل من الصحيح أو من الصحي على الأقل أن يطلب رئيس عبد الرب منصور هادي مساعدة من آخرين أيضا؟ ومن بكامل عقله يقبل أن يأتي بإرادته إلى ما يسمى بالمستنقع اليمني؟ في البداية أصلا كانت اليمن هي ساحة لأمريكا قبل 2011، وحتى في 2011 أمريكا هي من عملت مخرجات الحوار الوطني، أمريكا هي وراء المرجعيات الثلاث، أمريكا هي وراء من أحضر مجلس الأمن إلى الاجتماع بصنعاء. هل تتذكرون أن مجلس الأمن حضر إلى صنعاء وعمل عقد اجتماعا فريدا غير مسبوقا لتأييد مخرجات الحوار الوطني وتأييد العملية الانتقالية؟ بعد ذلك كالأطفال،
غيروا عندما يرون لعبة جديدة، غيروا الأمريكان غيروا تماما موقفهم وفتحوا المحور الإيراني وما يسمى بالاتفاق النووي وتركوا اليمن تماما، وكنوع من المرابعة أعطوا اليمن للسعودية والعاصفة الحل. قبل الاتفاق النووي لم تكن اليمن مسرحا متاحا بالكامل للخليج، كانوا موجودون ولكن بنقاط ضبط وربط من قبل الأمريكان. الآن الأمريكان تم شراءهم بالكامل بعقد صفقات سلاح وبصفقات استثمار، وما يحدث في مجلس الأمن هو مجرد تجسيد لما أقوله، وترويض وإعادة إعطاء الصلاحية الكاملة للخليج بأن يتصرفوا بأمور اليمن كما يشاءون. لا يوجد حافز لأي عامل دولي آخر أو إقليمي أن يتدخل في اليمن. دخلت السعودية والإمارات وهم الآن يظنون أن معهم لعبة في اليمن. في الحقيقة الآن نحن لا يتكلمون على أننا مشكلة أو أن نحن بلد بينحدر إلى الهاوية، بالكثير أزمة كارثة إنسانية، مشاكل حقوقية، لا أحد يتكلم عن مرجعية السلام ولا عن مرجعية السلام ولا عن استقرار اليمن ولا عن وحدة اليمن ولا عن ازدهار اليمن ولا عن إعادة إعمار اليمن ولا عن تنمية اليمن ولا عن تحرير اليمن. كل ما جبهات تصفي لصي تصفي لصي، وأخذنا تبة وشلوا علينا تبة ورجعنا أخذنا تبة. طبعا هذا عملية أخذنا تبة وشلوا تبة وطفي لصي، هذا مخيف في نفسية اليمني، يجعله يشعر بالعجز وبانعدام الحيلة وباليأس وانعدام الأمل، ويجعلنا لقمة سائغة لأي شيء، يجعلنا يلحس فقط وراء سلة غذائية وراء لقمة عيش وراء راتب، ونرجع لمجرد راتب، مجرد راتب ومجرد سلة غذائية ونفرح إذا حصلنا عليها. هذا شيء مرعب. يعني بكل تأكيد مع التقدير الكبير لتضحيات جنود الجيش الوطني في جبهات القتال في كل مكان، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور عبد القادر. أرحب بضيفي دكتور فيصل عواضي مستشار وزارة الإعلام من الرياض، أهلا بك دكتور. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين وبضيفك الكريم. حياك الله دكتور. اليوم هناك يعني أنباء عن طريق وكالة الأنباء رويترز تتحدث عن مشاورات ثنائية بين الحوثيين والسعوديين دون علم الحكومة، كيف يمكن أن يحدث ذلك والحكومة تتحالف أو طلبت دعم الشرعية، طلبت دعم التحالف العربي وهناك معركة في اليمن تجري؟ طبعا هذه التشريبات كلها كاذبة، وكم قد سمعنا من أمثال هذا الشيء يعني من زمان ونحن نسمع عن تشريبات. أول شيء كانوا يتحدثون عن وجود محمد عبد السلام في الرياض، واليوم قدروا يتحدثوا عن محادثات تجري في دولة محايدة. هذه كلها تشريبات لا أساس لها من الصحة. العالم كله يعني الموقف الرسمي تجسد في زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا، وخرج البيان واضح جدا بالتأكيد على المرجعيات الثلاث التي يجب أن يستند عليها أي حل سياسي في اليمن. لا يمكن يعني هذه من قبيل الشائعات الإعلامية والحرب النفسية التي نسمع عنها بين الفينة والأخرى. طيب يعني الآن في ظل أن اليمن باتت على مشارف الذكرى الثالثة لانطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن، أنتم ترون في الحكومة أن الأمور تجري على ما يرام، أن الخطة تمشي على ما أطلق والأهداف تتحقق؟ طبعا قالوا يا مثل الحرب مع المتفرجين، وهناك مقولة تقول لعن الله قوما ضاع بينهم الحق، وأنت ذكرت في بداية هذه المداخلة أثنيت على تضحيات جنودنا البواسل، يعني هناك قيادات وهامات تسقط في المعارك، دليل أنه لا هوادة ولا تهاون، هناك حرب ضروس. لكن نحن نعرف
العدو والمواجه يشن حرب بلا أخلاق، يزرع الأرض يعني خلافا للقوانين، يعني حتى قوانين الحرب، ولا الحرب لا قوانين وأعراف، هم يزرعون الأرض بالمتفجرات وبالألغام، لا يهمهم شيء، لا يهمهم بعد إنساني، يقصفون الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بقذائف الهاون وبالكاتيوشا كل ما ضاق عليهم الخناق في الجبهات. وقرار مجلس الأمن اليوم أشار ضمنا إلى هذا الجانب، أو بيان مجلس البيان الأمن. نعم. وفي الأخير طبعا أدان محاولة الحوثيين المساس بأمن المملكة العربية السعودية، وهذا ضمنا يعني أن الحوثي يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن معظم ما يجري في داخل اليمن. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور فيصل. أعود إلى الدكتور عبد القادر الجنيد. دكتور عبد القادر، ما أسهل الحرب على المتفرجين؟ يقول دكتور فيصل هناك أمور يعني ربما تكون خارج قدرة الشرعية، هناك واقع تتعامل معه الشرعية اليمنية والتحالف العربي أيضا المساند لها، لربما هناك أمور أيضا لا ندري بها يعني تحدث، والشرعية هذه تدافع أو تدفع عن اليمنيين ما كان أعظم ربما. هل تجد في ذلك، هل تجد ذلك فعلا؟ الحين كيف أنا أرد على هذا؟ أنا ما استيش أدخل في سجال مع أحد. أنا اللي أعرفه أنه في جبهات تصفيل الصين، أنا اللي أعرفه أنه في ضحايا، أنا اللي أعرفه أن الناس حالتهم بتتدهور من يوم إلى يوم، أنا اللي أعرفه أنه النازح، وأنا أعتبر نازح الآن، أنا اللي أعرفه أنه التعز محاصرة ومقصوفة، أنا اللي أعرفه أنه الوفيات أشكال والوان، أنا اللي أعرفه أن الدمار بيعم في البلاد، أنا هذا أعرفه. هل المجهود المبذول لتخليصنا من هذا كافي بالنسبة لي؟ هل يخدم هذا جبهات تصفية للصين للخلاص من هذا اللغط؟ أنا بالنسبة لي ما أعتقدش أنه يكفي، مش راضي عن هذا المجهود، ومش راضي عن شغلنا، شغل مكونات الشرعية بنفسها وبمعاشها وبأكل لقمة العيش وبالمفاتنة بينها وبخلق مجالس عجيبة في كل مكان، كل مهمتها أن تقف ضد الشرعية، و مفاتنة بين مكونات كانوا بالأمس حلفاء الآن أصبح كل واحد ضد الآخر، هذا كله يعطل المجهود التحرير والمجهود الحربي، الاجتهاد لقمة العيش وعدم ظهور عمل جدي لعملية التحرير. طيب دعني أعود إلى الدكتور فيصل عوادي. الدكتور فيصل أتمنى أن تكون لازلت معنا، يعني سمعت ما قاله الدكتور عبد القادر الجنيد، وهو قال قبل قليل أنه يتحرج من أن يقول للرئيس هادي ما الذي يجب فعله، يعني بالأخير هو رئيس الجمهورية وهناك نخبة سياسية تدعمه، لكن هناك من يتحدث على أن هناك مواقف واضحة من قبل وزراء في الحكومة، من قبل ناس في الشرعية، من قبل من هم ليسوا متفرجين، على الأقل هم يعملون في إطار الشرعية وهم كانوا في اليمن. نتحدث عن عبد العزيز جباري وزير الخدمة المدنية، نتحدث عن وزير النقل الجبواني، نتحدث عن وزير الدولة الصيادي، نتحدث ربما عن وزير الداخلية الميسري، حتى أيضا عندما كان الأمر يقع يعني كاد أن يقع الرأس في الرأس، الفأس في الرأس، تحدث رئيس الوزراء بن دغر على أن هناك واقع تحكمه الإمارات في الجنوب إبان الانقلاب أو محاولة الانقلاب، لماذا لا يتحدث الرئيس هادي بكل ذلك؟ أولا دعني أقول للدكتور عبد القادر الجنيدي أنه لا جديد في علمه، كلنا نعلم هذا الشيء وكلنا ساعين والجهود مبذولة لتخليص الشعب، ومسألة أنه غير مقتنع بما يبذل من جهود، يجب أنا أتمنى أن يرفع عن نفسه الحرج ويقول للرئيس هادي ما يجب فعله. فالدين نصيحة، هذا دين، إذا كان لديه نصيحة لولي الأمر.
اما مساله ما يجري على داخل يعني داخل اليمن بشكل عام، فكل الشرور والمصائب وراء شبابها الانقلاب. عندما تنتهي محنة الانقلاب كل شيء سيعود إلى نصابه، وكل الأمور ستعود إلى نصابها، وكل التحديات التي نواجهها سببها الانقلاب، الميليشيات الحوثية الإيرانية ويعني استيلاءها على الدولة وتدمير كل مقاومة الشعب اليمني وجر كل هذه الكوارث والويلات على الشعب اليمني. ولا شك أنه نحن نشتغل كلنا كحكومة وكقوات مسلحة وفي ظل واقع غير سوي أفرزه الانقلاب. لا شك أن الواقع هذا واقع مريض حيفرز لنا كثير من المشكلات وكثير من المشاريع التي تتصادم مع بعضها البعض، لكن السبب الرئيسي هو يكمن في الانقلاب. وإذا تم تصفية الانقلاب، وأنا أناشد مجلس الأمن لا يعرب عن قلقه، نحن نقول للشعب اليمني يعرب عن قلقه من تباطؤ مجلس الأمن في تنفيذ قراره 22/16 الذي تحول إلى قرار براءة الذمة وعلق في الهواء. طيب يعني دكتور يعرب عن قلقه، فقد شبعنا قلق ونتمنى أن يتحول هذا القلق إلى مواقف ملموسة. يعني نتحدث الآن على الانقلاب، اليمنيون يتساءلون متى سينتهي هذا الانقلاب ومتى ستفلح جهود إنهاء هذا الانقلاب بهذا الأداء الحالي. كذلك في لجنة يعني تقرير لجنة الخبراء أوضح أن الآن هناك من يعرقل عمل الشرعية في المناطق المحررة وهم يعملون بالوكالة لأطراف التحالف العربي، هذا الأمر هو مقبول بالنسبة لكم أنتم في الحكومة؟ أنا قلت لك يعني كل المشاريع الصغيرة التي تبرز هنا وهناك هذه مرجعها إلى غياب الدولة، إلى الانقلاب الذي تسبب في غياب الدولة. وبالنسبة طبعا لتقرير متى تنتهي الحرب، نحن لسنا على رقاب شطرنج، يعني نعرف أنه كش ملك ووصلنا إلى نهاية. هذه حرب مفتوحة ويعني على مختلف على امتداد الأرض اليمنية وأكثر من مكان، وعلى امتداد الجبهات السياسية والاقتصادية وإلى آخره. يعني الحرب يعني كلامك يشير إلى أنه حتى إذا انتهى الانقلاب هناك مشاكل ستظهر بعد ذلك. لا ما فيش مشاكل، إذا انتهى الانقلاب برنامج واضح سيدخل الشعب اليمني في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والوصول إلى بر الأمان، بس يعني نضمن إن شاء الله انتهاء الانقلاب وكل شيء سيكون على ما يرام. أشكرك دكتور فيصل عواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك دكتور عبد القادر، ينتهي الانقلاب تنتهي المشاكل في البلاد، تتفق؟ أول حاجة أنا لما باب التحليف قلت أنه في حرج، أنا أقول الرئيس هادي ماذا يعمل، لكن في الحقيقة قلت يجب أن يلم أموره ويلم نفسه ويذهب إلى المكاشفة مع التحالف. هذا ما يجب على الرئيس هذا أن يقوله، هذاك من باب اللياقة والأدب بس ما قلته. بالنسبة اليمن ولعشرات السنين القادمة سنكون دائما في معركة، ولكل يوم معاركة. المعركة الآن هي القضاء على انقلاب الحوثي، ولكن هل فعلا ما نقوم به في الشرعية وما تقوم بالتحالف مرضي لتحقيق هذا الهدف؟ الإجابة بالصوت العالي لا. أشكرك دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر سكايب ثم عبر الهاتف من كندا. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. تقبلوا تحياتي أنا والزملاء في طاقم العمل والزميل أسامة عادل ومحمد المقبلي، في أمان الله.